اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المهوش اليوم يوم 24/2/2024، وتعالوا نشوفوا العجميات البقر اللي تحت العشر مع المعلم جابر فرجاني بتاع ابو المطامير في سوق دمنهور الدولي العمومي النهارده في شهر شعبان. اللهم بلغنا رمضان، كل عام وانتم بخير. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا معلم جابر، صباحك ابيض، الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع. الثلاثه تحت العشرة صاحبي، والميزان هو لباني كمان. الله اكبر، لبنيين انت يا جماعه الثلاثه، هم زي ما قال المعلم جابر فرجان. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، المال صلاه النبي عليه. الله اكبر، بص استغفر بالله عليك. لا ما شاء الله، بص اللي عنده من دوك. الله يبارك لك يا معلم جابر ويصلح حالك. اللهم صل عليك يا نبي، افتح لي حل يا جابر انت اصحابك قدام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ثلاثه لباني طبعا، لباني. اللهم صل عليك يا نبي. بكم ده جابر؟ ب 2300، ب 42 و300، وش احسن حاجه؟ ب 2700 والثانيه ب 2700، دي ب 44000. الكلام يا جماعة زي ما قال المعلم جابر حتى الزباين اهوت. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. السن زي ما قال في مصداقية مع المعلم جابر فرجان، الله يبارك له ويصلح حاله. والمال قدامكم بياكل يا جماعة. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، زي ما سمحتوا الاسعار بيقولها للزبون اهوت المعلم جابر. الله يبارك لك ويصلح حالك. 010 الرقم 6 4 6 4 6 9 6 4 0 7 4 0 7. المعلم جابر فرجان يا جماعه اللي عايز عجميات تحت العشر. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الحاج محمد العيسى وشريكه الله يبارك له. صباح الفل يا حاج محمد، الاسعار عاملين النهارده؟ والله الاسعار غاليه برضه. اه في اسعار يعني؟ والله الاسعار غاليه خالص، وربنا يستر على الجميع يا رب. آه يا رب، واجعل صباحكم ابيض. كل سنه وانت طيب يا حاج محمد. نارك ابيض، عجميه تحت العشر برضه مع الراي المحترم ده. صباح الخير يا حاج. صباحك ابيض. تاجر ولا جناح؟ لا تاجر يا ريس. منين حضرتك؟ كفر الساب. كفر الساب التبحتين البارود، مركز شبر خيط محافظه البحيره. كلنا في البحيره ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامله ايه يا غالي؟ 35000. 35000 تحت العشر يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غيرها يا صاحبي؟ معايا واحده ثانيه بس صغيره. الله يبارك لك، يعني موجود عندك عجميات تحت العشر يا صاحبي؟ ايوه ان شاء الله. معاك رقم تليفونك دول حد على الساعات توصل معاك؟ 012 012 78 10 10 30 30 74 74. الله يبارك لك ويصلح حالك. يعني ان شاء الله لحد عايز حاجه موجوده عندك؟ الله يا رب. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم شوف الناس اللي منوره في سوق دمنهور. صباح الفل يا عمي حبيبي. كل سنه حضرتك طيب يا غالي. طيب يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله. تحت العشر يا صاحبي؟ اه. عامله كام؟ الله وكيل. عامله 34. 34 عجميه تحت العشر يا جماعه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. معك حاجه غيرها يا صاحبي؟ لا والله. معك رقم تليفون؟ طيب. لا والله. حبيب الله يصلح حالك ويرزقك. يرزقك يا رب. يا رب. طولها معانا يا رب. يا رب تستر مع الجميع. فينا يا رب. يا رب يا رب يا رب يصلح حال الجميع يا رب في الايام المفترجه دي. اللهم صل عليك يا نبي. سيب حاسب ووراك محاسب. المعلم فرحات يا جماعه الله يبارك لهم. صباح الجمال. كل سنه وانت حضرتك طيب. الله يبارك لك ويصلح حالك يا معلم فرحات. تحيا مصر طبعا. نعم. صبحت على الراجل. لسه هنروح له دلوقتي. تحت العشر ده معلم فرحان. ايه لا مش لا يا حاج. تحت العشر. تحت العشر. تحت العشر. ما انا بنقول لك عايز تربط العيد ماشي، عايز 10 ماشي. الله اكبر، يعني تمشي كل حاجه. تمشي زي ما انت عايز. الله يبارك لك يا معلم فرحان. عامل ايه يا صاحبي؟ مبالغ جامده. الله اكبر. والناس تدفع، يعني ماشي معاها كده ماشي، ماشي كده ماشي. صح. عامله كام يا معلم بمبلغ؟ عامله 42 41. الله اكبر. 41 تحت العشر يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. قبل كده كانت بتعمل ايه يا معلم فرحان؟ قبل كده ازاي يعني؟ يعني قبل كده كان اغلى ولا ارخص؟ لا ده السوق انهز هز. يعني قبل كده كانت بتعمل كام دي؟ كانت بتباع 44 و45. الله اكبر. يعني السوق نزل 3-4000 الحين. 3-4000. بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لكده الناس لما بيغلى بيزيد. بيزيد صح طبعا. ماشيه مخالفه. ماشيه مخالفه. بيزيد بتلاقي السوق اشتغل. ايه. السوق هادي الناس ماشيه كده. ايه السعر هبطان تلاقي السوق هادي.
قول له العرض ياما والطلب شوي مرغوب زي ما بقول. الله يبارك لك يا معلم فرحات. ادينا الرقم لحد عايز حي 012 8 8 4 7 1 6 5. طبعا معروف ابو حمص المعلم فرحات الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. حاضر يا غالي صباحك ابيض ان شاء الله. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا شيخ العرب. صباحك ابيض تحت العشر يا صاحبي. ايوه حبيب. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. الله هو اكبر. تاجر ولا قناص؟ لا تاجر. عرفنا باسمه علي زيد ابو جعران. المعلم علي زيد ابو جعران ابو المطامير غنيين عن التعريف. عيد ابو جعران ناس محترمين مشرفين نفسهم في جميع الاسواق. الله يبارك لهم. تجار العجميات البقر اللي تحت العشر والبقر الوالد. عيد ابو جعران مسيطين نفسهم. الله اكبر. ابو جعران كبار صغار صغوره يا الدعوة. الله يبارك لك يا عمدي. بكام الاولانيه دي؟ ب 40 و200. 40 و200 ولا في النص؟ 9.5. 39.5 والاخرانيه؟ ب 40 و500. 40 و500. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. معك حاجه ثانيه يا صاحبي؟ معك حاجه ثانيه؟ لا معي ثلاثه. معك رقم تليفون نحط له حد عايز حي؟ معك رقم تليفون 010 60 6 0 3 4 2 6 2 2. الله يبارك لك يا شيخ العرب ويصلح حالك وحال الجميع ان شاء الله يا ابو. صباحكم ابيض ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي على عجميات البقر اللي تحت العشر. جينا بدون تكليف مع الحاجه ام شريف الغاليه الاميره الله يقويه. صباح الخير يا معلمي. صباحك ابيض ان شاء الله. كله تحت العشر يا صاحبي؟ اه تحت العشر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. نشاف الحاجه ام شريف بتخلص بيها حياتها. الله يبارك لها ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا رجال. زباينك ناس محترمين ام شريف وانت محترمه. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله. العجميات يا جماعه اللي تحت العشر مع الحاجه ام شريف بتاعه جلين كفر الشيخ. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا غالي. الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله. كم وكم ام شريف؟ كم وكم دول؟ 40 و500 و38 و200. 38 و200 اللي على الشمال و40 و500 اللي على اليمين. الله يبارك لك يا عم شريف. ثلاثة دول معاك برضو؟ الله اكبر. اللهم صل عليك. صباح الخير يا عم صبحي. صباحك ابيض والله. صباحك زي العسل. يلا ما تغيبش انت حلال يا عم. حاضر يا غالي. صباحك عيني. صباحك ابيض يا عم صبحي. سعرهم على بعض الثلاثة من خير. كل عيد لك. مش قدامها مال زي. بسم الله ما شاء الله. كام وكام يا عم شريف؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. 39 و500. تعال صور بامبر انا جاي لك اهو. اعطينا كده. الله يبارك لك يا ام شريف. قلت الاولانيه كام ده؟ 39.5. 39.5 ودي ب 42.5. 42.5 والثالثه دي 40,000. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ادينا الرقم يا صاحبي. اي حد يتواصل معاك يا ام شريف تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملي معواج. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. الحاجه ام شريف ست محترمه يا جماعه. الله يقويها ويعينها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب اللهم امين. انا اخذ الرقم اهو. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاه النبي عليها اهوت. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. عجميات بقر من الترز العالي يا جماعه تحت العشر كام؟ 010 6 5 6 5 3 6 3 6 2 6 2 6 5 8 5 8. رقم مين دي؟ شريف ولا ام شريف؟ ام شريف. ام شريف الله يبارك لك ويصلح حالك يا صاحبي وتعب تبعك ابيض. الله يبارك لك يا ام شريف. صباحك زي العسل ان شاء الله. ربنا يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. ما تنسوش فضل رسول الله وفضل الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. احنا طبعا في شهر شعبان وربنا يبلغنا رمضان وينصرك يا غزه. وينصرك يا غزه. ايوه. اللهم امين يا شيخ العرب. واجعل تبعك ابيض ان شاء الله. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم.